السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو سوف نعرض عليكم ماذا حدث بين جمال بلماضي وياسين براهيمي، لكن قبل أن نبدأ في تفاصيل هذا الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلكم كل ما هو جديد. إذا أطلق الأمس الكوت جمال بلماضي قائمة المنتخب الوطني الجزائرية، والتي ضمت 23 لاعبا لحضور طرابلس نوفمبر الجارية، والتي تتخلله مباراتين مهمتين لحساب تصفية كأس العالم 2026. المباراة الأولى ضد الصومال والتي ستلعب في ملعب نيلسون مانديلا ببراقية، والثانية أمام الموزمبيق في الموزمبيق. وتفاجأ الجمهور الجزائري لعدم استدعاء ياسين براهيم لقائمة المنتخب الجزائري، والذي يقدم في مستويات رائعة هذا الموسم. وخرجت مصادر موثوقة اليوم ونشرت ما حدث بين جمال بلماضي وياسين براهيم حيث جاء في آخر حلقات مسلسل براهيمي وبلماضي. بلماضي اتصل ببراهيمي قبل وضع القائمة الأخيرة تحسبا لتربص نوفمبر الجارية، واللاعب أكد عدم استعداده للعودة إلى المنتخب بلماضي. وبسبب الهالة الإعلامية التي صاحبت موضوع أحقية براهيمي بالاستدعاء، طالب اللاعب بمخاطبة وسائل الإعلام والاعتراف بعدم رغبته في العودة. ياسين براهيمي لم يقم بالخطوة، وبلماضي أكد له أنه سيكشف كل شيء في الندوة التي سينشطها غدا بمركز سيدي موسى. وهنا بدوركم أعزائي المشاهدين، شاركونا الآن بآرائكم في التعليقات، ولا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلكم كل ما هو جديد.